أنا مش فاهم إزاي الخطوة دي اتأخرت لفلسطين، ومش فاهم إيه علاقة الإخوان بالكويت. مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من شويه فضاء. كامل الدعم دايما لفلسطين والسودان وكل الشعوب اللي بتجيب حقها. ابتدى الاسبوع بخبر كويس وتصويت لمقعد دائم لفلسطين في الامم المتحده، وباغلبيه ساحقه فلسطين بقى ليها مقعد دائم في الامم المتحده، وردود فعل مختلفه طبعا، وهي يمكن ابرزها رد الفعل بتاع مندوب الكيان في الامم المتحده اللي قطع الميثاق بتاع الأمم المتحدة كرد فعل على الموضوع ده. لكن خلاص فلسطين بشكل رسمي ليها مقعد دائم في الأمم المتحدة، وأنا مش فاهم إزاي ما كانش ليها مقعد دائم في الأمم المتحدة من قبل كده. يعني هي الدولة اللي موجودة من الأول، أيا كان الأمم المتحدة تعملت إمتى، فحتى من وقت تنفيذ وعد بلفور في 1948 وبداية إن يبقى فيه الكيان الإسرائيلي، فلسطين موجودة. حتى وهما بياخدوا أراضي جديدة فلسطين موجودة، لحد 67 فلسطين موجودة، لحد اتفاقية أوسلو فلسطين موجودة. ازاي فلسطين ما كانش ليها مقعد دائم في الأمم المتحدة؟ دي حاجة أنا مش فاهمة، ولكن دلوقتي تمت بشكل رسمي وواضح. أتمنى إنه الناس تستفاد من ده، وأتمنى إنه فلسطين بقى أو اللي موجودين في القيادة الفلسطينية يتوحدوا ويعرفوا يستغلوا الموضوع ده. الملفت في تفاصيل الخبر ده ان اللي زق الموضوع للتصويت كان الامارات، ده طبقا لتقارير كتير وتفاصيل الاخبار، انه اللي حط مشروع الماده دي للتصويت ان فلسطين يبقى ليها مقعد دائم في الامم المتحده كانت الامارات. الامارات اللي بتتعرض لانتقادات شديده جدا ليها علاقه بالتطبيع والى اخره، وابتدى الموضوع يقلب بكره في بعض الاوقات على السوشيال ميديا. في نفس الوقت هي اللي كانت وراء زق الموضوع انه يوصل للتصويت وان فلسطين يبقى ليها مقعد دائم في الامم المتحده. وقبل كده كان اكتر من مشروع اماراتي في مجلس الامن للتصويت على الهدنه وفي اطلاق النار. اختلاف الموقف ده الناس مش فاهماه، اختلاف الموقف ده مش مفهوم، وده بيبين تاني ان في حاجات كتير جدا بتحصل في الكواليس غير الظاهر قدامنا، غير الظاهر قدامنا، سواء بقى في اي موقف مختلف في حاجات كتير جدا في الكواليس. ايه بالظبط الموقف المصري؟ في ناس كتير بالنسبه لها مش واضح. الموقف المصري المفروض ان هو واضح، وهو ضد تهجير الفلسطينيين، مش عشان اي حاجه غير انه لو الفلسطينيين تهجروا كل الناس عارفه ان هم مش هيرجعوا تاني، وكده تبقى القضيه انتهت. بس الحاجه اللي كانت الناس مش فاهماها الاسبوع اللي فات، وهو الاعلان الرسمي لمصر ان مصر بتفكر ان هي تنضم لجنوب افريقيا في القضيه قدام محكمه العدل الدوليه. الناس بتتكلم ان ده متاخر، الناس بتتكلم هل ده عشان القصه بتاعت رفح، هل في احتمالات كتير جدا، ولكن برضو حاجة هتبقى مش واضحة وحاجة بتصير علامات استفهام. اللي هو منين يا جماعة احنا بنقود مفاوضات لحل الموضوع ووقف اطلاق النار بشكل دائم في غزة، ومنين بنعمل الحركة زي دي ان احنا نروح مع جنوب افريقيا في القضية؟ وده ممكن حاجة تستفز الجانب الاسرائيلي او تستفز الكيان وتبوظ المفاوضات خالص وضرب النار يستمر. ففي مواقف كتير لو خدت كل موقف على حدة هتحس انه الدولة دي مع او ضد الكيان بشكل واضح، ولكن لما تجمع المواقف على بعضها هتلاقي ان لا، في صوره كبيره كل دوله بتتعامل على اساسها، سواء الامارات او مصر او غيره او حتى امريكا، اللي بحسب اخبار كتير ان في قرار بيطلع من الكونجرس عشان يمنع اي رئيس امريكي او اي حكومه امريكيه من التفكير او اي قرار بعد كده ان هم يوقفوا دعم اسرائيل. يبقى قرار طالع من الكونجرس، وساعتها خلاص اللي عايز يغير الموضوع ده لازم يتكلم مع الكونجرس، وحلني بقى عشان الكونجرس يوافق ويناقش ويعيد التصويت على حاجه زي كده. لكن ان قرار من رئيس جمهوريه او من حكومه ان هي توقف الدعم لاسرائيل، لو طلع قرار من الكونجرس هيكون صعب. ومن ضمن الحاجات اللي مش مفهومه اكيد هو ابراهيم العرجاني. اتكلمنا عن الموضوع ده واتحاد القبائل العربيه وايه اللي بيحصل، وتاني للمره الثانيه ابراهيم العرجاني بيتكلم انه مصر لازم تتصرف وتعيد السياده على رفح، وان هي بيطالب الرئاسه المصريه ان هم تشوف حل تاني غير معبر رفح او معبر تاني غير معبر رفح. انت بتتكلم بصفتك ايه؟ يعني اتحاد القبائل العربيه ده بيتكلم بصفته ايه؟ ليه بيتكلم ان هو حاجه منفصله عن القياده المصريه، وانت برضو حاجه مش رسميه من الحكومه المصريه؟ يعني انت مثلا مش محافظ شمال سيناء عشان تتكلم حاجه زي كده، ولا شفنا محافظ شمال سيناء اتكلم في حاجه زي كده، ولا مثلا لوقت كانت الدنيا في ليبيا شفنا مثلا محافظ مطروح او السلوم بيتكلم او بيستغيث برئاسه الجمهوريه؟ ما حصلش. ف
اتحاد القبائل العربية أو إبراهيم العرجاني بيتكلم بأنهي صفة وبناء على إيه، وإزاي هو بيقول للقيادة المصرية تعمل إيه؟ أما في الكويت فحالة من الترقب رهيبة جدا بعد إعلان أمير الكويت حل مجلس الأمة اللي هو زي البرلمان عندهم، وتعطيل بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنين، وده بسبب محاولة انقلاب. ده طبقا لتقارير كتير وأخبار كتير، محاولة انقلاب هي دي كان سببها رد الفعل اللي عمله أمير الكويت، وأعلن إن ده من أجل الإصلاح، وإن إحنا دلوقتي في وضع صعب، بس بدل ما نوصل لوضع كارثي فالأحسن إن إحنا نلحق الحاجة دلوقتي. ناس كتير أشارت إنه ناس منتمية لجماعات الإخوان كانوا سبب في يعني تعطيل حاجات كتير في مفاصل الدولة المختلفة، وإن الحركة اللي عملها أمير الكويت دي من هدفها محاسبتهم وملاحقتهم قبل ما تحصل كوارث أكتر من كده. يمكن الكويت من حوالي 2 سنين اللي فاتوا كان أول سنة أو سنتين من سنين كتيرة جدا يبقى فيه عجز في الموازنة بتاعة الحكومة. الكويت اللي معروفة إن هي من الدول الغنية، الدينار الكويتي يعتبر أعلى عملة في العالم إلى آخره من الحاجات، كان ابتدى يبقى فيه عجز في الموازنة على مستوى الموازنة الحكومية. هنشوف ايه اللي هيحصل في الكويت الايام الجاية، ولكن ده كان الخبر الرئيسي الاسبوع ده بالنسبة للكويت. بس كده، دي كانت اكتر اخبار تريننج الاسبوع اللي فات على السوشيال ميديا. كومنتس مفتوحة في كل حتة المناقشة، مهم جدا نتناقش، طبيعي نختلف لكن لازم دايما نحترم بعض. فكركم تاني بينا على سبوتيفاي، لو عجبتكم الحلقة لايك سبسكرايب شير في كل حتة. اشوفكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. سلام.